يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال. محمد إيس ياخم يعتبر كأب الفن التشكيلي العصري في بلادنا. انزاد عام 1928 بجوية أزفون في تيزي وزو، كبر في غيليزان وين بدأ يرسم. ببهلي كان الرسم عنده ضياع على الوقت، تحرموا عليه. صح محمد إيس ياخم ما قدرش يحبس، والرسم كان عنده غريزة. كي كان عمره 15 سنة صرات له حادثة مؤلمة، وين ماتوا زوج من خاوته ووليد اخته بعد ما طرطقت قنبلة يدوية في يده. محمد إيس ياخم فقد دراعه اليسر وجوز عامين في السبيطار، وهاد الحادثة رايحة تخلي بصمتها في أعماله الفنية. كيقفل 21 سنة راح محمد إيس ياخم للجزائر، وين تلقى بكاتب ياسين ولاو صحاب كبار ودايما مع بعض. وفي مدرسة الفنون وين كان يقرأ تعرف إيس ياخم تقنيته وجلب الانتباه تاع الكل، وهكذا بعتوه يكمل قرايته في باريس. في وقت حرب التحرير الوطني إيس ياخم بدا يرسم على عذاب وألم الجزائريين من عنف الاستعمار والحرب، ورسم خاصة النساء المجاهدات أرملات وأمهات الشهداء. ومن أول رسوماته النضالية هو رسم على المجاهدة جميلة بوحيرت اللي استعملوا الأفلان في بيانات تدعي لتحريرها. بعد الاستقلال محمد إيس ياخم عمل على تنمية الفن التشكيلي في بلاده، كان يقري في بوزارة ألجي وهران في مدرسة الهندسة المعمارية. أرسم للعملة الجزائرية طوابع البريد، أرسم تاني للصحافة والكتب، وخلى للعاصمة شحال من لوحة جدارية للذاكرة الجماعية. في عام 1985 بعد مرض طويل توفى محمد إيس ياخم في العاصمة. حضروا بزاف الناس لجنازته باش يكرموا هذا الفنان الجزائري الكبير. اليوم لوحات يتباعوا مئات الألاف من الأورو في الخارج، وما بين لوحات الجدارية اللي كانوا في العاصمة راحوا تقريب كلها. محمد إيس ياخم كان يقول بلاد بلا فنانين بلاد ميتة، نتمنى مازال نحيين. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال.